روسيا قصدي الصين وكوريا واليابان تاخد اكثر من روسيا. العمليه هتنتظم بس هتاخد وقت لغايه ما تنتظم بالمتغيرات الجديده دي. فدي مشكله كبيره قوي. انما المشكله الاخطر الحرب بالنسبه لتغير المناخ. تغير المناخ دي قنبله مش يعني قنبله مش موقوته، انما قنبله ممكن تبقى اكتر من ناجازاكي وهيروشيما. الحقيقه على كوكب الارض روسيا بتحارب، خدت قوات بتطفي الحرايق في البيرما فروست اللي في روسيا اللي مغطيه نباتات كثيره جدا فيها غاز الميثان. نقلوا دلوقتي الحرائق زايد، لو دي ساحت والغاز الميثان طلع هيعمل تغير مناخي فظيع في هذه المنطقة، ولا هيأثر على كله بقى؟ لا هيأثر على كله. الحاجة الثانية انه ألمانيا بدأت تستخدم الفحم، وهو كان في وعود مسجله في كوب 26 اللي هو كان في جلاسكو ان هم هيتخلصوا من الميثان، غاز الميثان، لانه قدرته على احتباس الحراري 25 ضعف ثاني اكسيد الكربون، فخطير جدا ان هم هينزلوه وهيتجهوا الى الطاقه المتجدده. الطاقه المتجدده طبعا ما بتطلعش ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي هيوصلوا الى 1.5 درجه مئويه في اقرب وقت ممكن، ارتفاع نعم. عن ما قبل الثوره الصناعيه. المنظومه دي اختلت دلوقتي، بيقول لك درجه الحراره ممكن توصل ل 2.4 بدل ما هم حطوا 2 الحد الاقصى، ولان اكثر من 2 هيحصل مشاكل على كوكب الارض قد تكون مدمرة. يعني مش لأن التهيئة للتغيرات وتقليل حدة التغير مكلفة جدا جدا، فاقتصاديا هتبقى يعني التكلفة رهيبة يعني. فدي الوضع النهاردة، الوضع ما بين ألمانيا بتاخد من مناطق تانية بتكلفة أكتر من وبعدين بتاخد من الفحم. دي الخطورة اللي موجوده، الفحم والبيرمفروست دول اللي هم عشان الحرب دي خلت الاسعار في سعر البترول بقى بيختلف برضو في على العقوبات. هو عرض وطلب في الاخر، عرض وطلب. العرض قد الطلب. فامريكا بتعمل ايه دلوقتي؟ بتحاول تخلي روسيا الاوبك بلس يزود الانتاج، بس هو ما زودش. اخر اجتماع لي قال لك مش هزودش. ما زودش ليه؟ لانها راحت لايران قال لها هعمل الاتفاقيه النوويه اللي انت عايز تعمليها، وهنشيل ايران منتجه كبيره جدا نعم. للغاز والبترول يعني البترول السائل. فبيحصل امريكا بتشوف مصلحتها، المانيا هي محتاسه جدا في الفاقد اللي هيحصل عندها وتعويضه هيتم ازاي بتكلفه عاليه جدا، اثر على اقتصاديات المانيا لاول مره يعني بالطريقه ديت. وفي انجلترا طبعا عندها مشكله. طب انجلترا زي ما حضرتك ابتديت الكلام هي الاكثر بعدا عن هذا التاثير، لانها بتاخد من ليها اماكن اخرى. لكن شايفين ارتفاعات كبيره في اسعار الغاز والكهرباء، وفي مشكله مشكله اقتصاديه كبيره جدا. طب ليه بريطانيا واقعه في هذا المطب؟ يعني لان طالما الاسعار زادت. ايوه بس هي ما بتاخدش اساسا من الممول الاساسي للغاز، يعني هي ملهاش روسيا ملهاش السطوه على بريطانيا بهذا الشكل. بس هي ما بتاخدش منه، بس الاسعار اللي بتاخد منها زادت، من الجزائر وبتاخد من فنزويلا، بتاخد من تاهيتي، بتاخد من غرب افريقيا في منطقه فيها غاز طبيعي، بتاخد من قطر بالتسهيل. فالاسعار كلها ارتفعت ارتفاع كبير، وحصل عجز
علشان العكس طبعا روسيا ما بتديش لاوروبا، بس بدات تدي تعمل مشروعات الاساله اللي هم وعدوا ان هم هيبطلوا. اصل لما اعمل مشروع اساله ب 10 مليار دولار يبقى لازم ان انا اطلع الفلوس ديت، فالمفروض ان هم كانوا هيوقفوا مشروعات الاساله علشان ما يستعملوش غاز، يستعملوا الغاز مؤقتا بدل الفحم الى ان يتجهوا الى الطاقه المتجدده اللي عايز اتكلم فيها، لان فيها موضوعات مهمه جدا بالذات الهيدروجين الاخضر.